أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة، وهي كانت دائما وأبدا وستظل محل احترام وتبجيل من قبل الجميع، لأن الأحكام هي عناوين الحقيقة. وحكم اليوم أنهى مرحلة من الترقب والانتظار لدى البعض، ويفترض أن نبدأ أو يبدأ الجميع في الشروع في العمل على قاعدة الرسوخ والاستقرار. وبهذه المناسبة أجدد الدعوة للسلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل سويا وفق المادة 50 من الدستور، وبتعاون كامل وتام لحل كل المشاكل التي يعاني منها المواطنين والملفات التي هي محل اتفاق بين الجميع. وكذلك أود أن أنتهز هذه الفرصة لأبارك للأخ الزميل فراج العربيد، وأتمنى له التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على حمل الأمانة الملقاة على عاتقه، وسيلقي قسمه في الجلسة القادمة. وفي نفس الوقت أود أن أقول للأخ الفاضل مرزوق الخليفة أني تشرفت بمزاملته خلال هذه الأشهر الماضية، وأتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في حياته العملية والخاصة. الاستجواب قائم، يسحب اسم الأخ مرزوق الخليفة، ولكن الاستجواب قائم من الأخوة الأخوين الآخرين اللذين تقدما بالاستجواب.